وينضم إلينا هاتفيا أيضا الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد ضيفي الكريم بعد التحية. يعني نتابع ونحن نتابع كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية المرأة المصرية. انتهز الرئيس الفرصة كعادته للمكاشفة ومناقشة الأوضاع الحالية، مؤكدا أنه لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادي لكان الموقف الآن أكثر صعوبة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. كيف ترى ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وخلينا نقول طبعا ان السيد الرئيس زي ما حضرتك تفضلت وقلت يعني بيقدر يستفيد من اي فرصه ان هو يعمل نوع من انواع الحوار مع المجتمع المصري والشعب المصري بمنتهى الشفافيه بمنتهى الصراحه عن الموقف في الدوله، بيتحدث يمكن عن كثير من التحديات علشان يكون المواطن مدرك للتحديات اللي مش بيشهدها الاقتصاد العالمي فقط، ولكن كمان الاقتصاد المصري هو جزء من الاقتصاد العالمي، وبالتالي هناك كثير من التحديات والتداعيات للازمات للاسف المستمره، سواء من صدمه جائحه كورونا حتى الوصول للازمه الروسيه الاوكرانيه اللي يمكن اثرت بشكل واضح على ارتفاعات معدلات التضخم عالميا. يمكن الإشارة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي هي إشارة في محلها لجهود الدولة بذلتها، ومواطن قدر أن هو بشكل كبير بوطنيته وولاءه أن هو يساند الدولة في إجراء عديد من الإصلاحات الاقتصادية اللي أتت بنفعها أن في ظل هذه الأزمة أن الدولة تستطيع أن هي تقدم حزمة كبيرة من المساعدات وصلت لأكثر من 130 مليار جنيه، أن الدولة تقدر أن هي تعمل على ضبط السوق وتوفير السلع الأساسية للمواطن، العمل على إزاي أن يكون كمان هناك احتياطي من السلع الأساسية لفترات طويلة، تكوين احتياطي أجنبي ما يقرب من حوالي 41 مليار دولار، تحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية، ثقة في المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد المصري وتصنيفه الائتماني، وبالتالي هي كلها نقاط في غاية الأهمية، وإزاي إن الدولة عندها من الاحترافية للتعامل مع هذه الأزمة في ظل يمكن مشاكل شايفينها بتصيب حتى أكبر اقتصادات على مستوى العالم. نعم يعني بالطبع، يعني كان هناك رسائل طمأنة كثيرة في هذا الشق دكتور علي، ولكن الرئيس أيضا تطرق إلى السلوك الاستهلاكي للمواطنين ودعا إلى ضرورة تغييره حفاظا على مستقبل هذا الوطن كونه شريكا للدولة في بناء هذا المستقبل. في رأيك كيف تتوقع دور المواطن أو ماذا يجب على المواطن القيام به في هذه الفترة حتى في ظل الاطمئنان الذي يبثه السيد الرئيس في نفوس المواطنين؟ طيب خلينا نوضح جزئية مهمة جدا من أساسيات علم الاقتصاد. دايما احنا بنقول العرض والطلب. نعم. المستهلك هو بيمثل جانب الطلب في النشاط الاقتصادي، وازاي ان ثقافة الاستهلاك عندنا يمكن للأسف الشديد هناك بعض السلوكيات اللي احنا محتاجين فعلا كلنا ان احنا نراجع نفسنا فيها. محتاجين ان احنا يبقى عندنا ما يعرف بالوعي الاستهلاكي، فكرة ان حضرتك يبقى الاعتماد بشكل اكبر على شراء الاحتياجات والطلب الحقيقي ليها، لكن عمليات التخزين والاكتناز وعمليات الشراء المبالغ فيها دي كلها طبعا يعني للاسف الشديد اعداد غير صحيحه وبتضر بشكل كبير بميزانيه الاسر قبل حتى ما تكون بتضغط على موارد الدوله. فمحتاجين واحنا مقبلين كمان على شهر رمضان الكريم ان احنا نعيد مره اخرى تفكير في سياسات الشراء لدينا. وربما يعني السيد الرئيس ضرب مثالا على مسألة الموائد الرمضانية والاحتفال بهذا الشهر الكريم من قبل المصريين وكعادتهم في مسألة الأكل والولائم التي تقام. الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا لك.